لا تقتصر الضربات الأمنية في مكافحة المواد المخدرة على ضبط العناصر القائمة على جلب وتهريب تلك المواد، بل تمتد إلى حرمانهم من الاستفادة من الأموال الطائلة المتحصلة من هذا النشاط الإجرامي. من هذا المنطلق، تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تشكيل عصابي من عنصرين لقيامهما بغسل 1,171,000,000 جنيه حصيلة نشاطهما الإجرامي في ترويج المواد المخدرة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك وشراء عقارات وأراضي فضاء بالقاهرة والدقهلية وتأسيس أنشطة تجارية متنوعة بهدف إخفاء مصدر تلك الأموال وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة خلافا للحقيقة. كما وجهت الإدارة ضربة أخرى لمافيا غسل الأموال، حيث تمكنت وبالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تشكيل عصابي مكون من 6 عناصر بجنوب سيناء لقيامهم بغسل قرابة 62,000,000 جنيه حصيلة نشاطهم الإجرامي في الاتجار وترويج المواد المخدرة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك ومكاتب البريد وقيامهم بتأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات وسيارات في محاولة منهم لإصباغ تلك الأموال بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة خلافا للحقيقة. واستمرارا للجهود الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال، نجحت الإدارة في اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه شخصين بالمنيا لقيامهما بالاتجار في المواد المخدرة ومحاولتهما غسل 19,000,000 جنيه حصيلة نشاطهما الإجرامي من خلال قيامهما بإجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك وتأسيس أنشطة تجارية متنوعة وشراء أراضي وعقارات وسيارات بهدف إخفاء المصدر غير المشروع لتلك الأموال وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة خلافا للحقيقة. كما تمكنت الإدارة من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تشكيل عصابي بالغربية لقيامهم بالاتجار بالمواد المخدرة وتربحهم لمبالغ مالية طائلة من وراء هذا النشاط الإجرامي ومحاولتهم غسل تلك الأموال عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لها بالبنوك ومكاتب البريد وتأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات وسيارات بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وقدر قيمة تلك الممتلكات بقرابة 8,000,000 جنيه. ومع الاستمرار في تتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وحرمانهم من الاستفادة منها، نجحت الإدارة في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تشكيل عصابي بالقاهرة والجيزة والقليوبية لقيامهم بغسل قرابة 7,000,000 جنيه من متحصلات نشاطهم الإجرامي في الاتجار وترويج المواد المخدرة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك وتأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات وسيارات لإخفاء مصدر تلك الأموال وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة خلافا للحقيقة. وتستمر وزارة الداخلية في مواجهة الجرائم المرتبطة بالاتجار بالمواد المخدرة كأحد صور المكافحة غير المباشرة لهذا النشاط الإجرامي وتجريد العناصر الضالعة فيه من ثرواتهم الطائلة الناتجة عن هذا النشاط.